صباح الخير، مرحبا بكم باسم رابطة الناخبات التونسية. ترحب بكم في البرنامج هذا الممول من الاتحاد الأوروبي. أنا اسمي عائشة بالحسن، مسؤولة المتابعة والتقييم في البرنامج هذا. نحب نقدم لكم في كلمتين البرنامج هذا وشنو الهدف منه، باش تعرفوا رواحكم شنو معناتها المرحلة اللي انتم فيها توا، وشنو المراحل اللي جاية من بعدها في عامين اللي مازالوا في البروجي. البروجي هذا اسمه من أجل ديمقراطية تشاركية ومندمجة في تونس. الهدف نتاعو اللي هو يساعد المنتخبين سواء كان على المستوى المحلي وإلا بعد معناتها في البرلمان، اللي هما ينفذوا ويتصوروا ويوضعوا برامج تراعي المساواة ما بين الجنسين، معناتها المساواة بين المرأة والرجل، وتكون تحقق التنمية اللي يطمحوا لها المتساكنين نتاع المناطق اللي هما ترشحوا من أجلها واللي هما عملوا فيها معناتها الحملات الانتخابيه نتاعهم وطرحوا فيها التصورات نتاعهم. المرحله اللي انتم فيها توا هي المرحله نتاع ادماج مقاربه النوع الاجتماعي في التنميه المحليه، اللي هي الهدف الثالث من البرنامج نتاعنا. البرنامج نتاعنا فيه ثلاثة اهداف. الهدف الاولاني هو نساعدوا النساء القياديات اللي باش يترشحوا للمناصب معناتها للمجالس المنتخبه، نساعدوهم اللي هما يعدوا رواحهم للانتخابات هذه واللي هما ينجحوا فيها. كنا في مرحلة سابقة في أفريل 2018 كوننا 50 امرأة قيادية في الانتخابات المحلية، ترشحوا الانتخابات المحلية، خدمنا وقتها على نابل وعلى جندوبة. البرنامج هذا يشمل نابل، يشمل جندوبة، يشمل تونس الكبرى، ويشمل مدنين، أربع مناطق. في الانتخابات المحلية اخترنا زوز مناطق خدمنا عليهم اللي هما جندوبة ونابل. انتخابات الجهوية باش نخدموا في المناطق الزوز الأخرين اللي هما مدنين وتونس الكبرى، وفي الانتخابات البرلمانية باش نخدموا الجهات الأربعة هذوما باش نساعدوا النساء القياديات اللي هما حضروا الانتخابات نتاعهم بالكدا، يفهموا القانون الانتخابي، يفهموا شنو هي حملة انتخابية، كيفاش يعملوها، كيفاش يكونوا مطابقين معناتها للقانون في الإعداد نتاع الحملات نتاعهم، وكيفاش يعبروا على آرائهم ويوصلوا رؤيتهم باش الناخبين والناخبات معناتها يكونوا راغبين اللي هما يرشحوهم اللي هما يصوتوا لهم في الانتخابات ويربحوا في الكرسي. العمل نتاع رابطة الناخبات التونسية ما ينتهيش عند النقطة هذه برك. النقطة الثانية انه رابطة الناخبات التونسية ترافق النساء القياديات هذوما وقت اللي يفوزوا بالمقاعد، وهذايا الهدف الثالث اللي نحن فيه توا، انه النساء اللي فازوا في الانتخابات البلديه في الاربع مناطق اللي تخدم عليها رابطه الناخبات التونسيات اللي هي تونس الكبرى، نابل، جندوبه، مدنين، النساء هذوما تعاونهم رابطه الناخبات التونسيات باش هما يعدوا برامج ويعبروا على تصوراتهم وينفذوا البرامج الانتخابيه اللي هما عملوها. تبقى المحاور نتاع البرنامج الكل بخلاف اعداد النساء القياديات للفوز في الانتخابات، البرامج الكلها والمحاور الكلها نخدموها بالتناصف اللي احنا نمنو به 50% من الرجال و 50% من النساء، على خاطر انتوما ما تنجموش تخدموا وحدكم، المستشارين البلديين ما تنجموش تخدموا وحدكم، والمستشارات البلديات زاد ما ينجموش يخدموا وحدهم. هذه النظره نتاعنا احنا هو التكامل في المجالس البلديه المنتخبه، والتكامل في الرؤى وفي التصورات وفي الافكار اللي انتوما باش تقدموها مع بعضكم. اليوم نبداو مرحلة مهمة برشا بالبرنامج نتاعنا اللي هي إطلاق البلديات النموذجية 16 اللي باش تخدم عليهم رابطة الناخبات التونسيات مع الاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي اللي هو ممول البرنامج هذايا باش يساعد عبر رابطة الناخبات التونسيات 16 بلدية نموذجية اخترناهم احنا على أساس معايير موضوعية، نعطيكم بعض المعايير اللي اخترنا عليهم شنو، يساعدهم باش هما ينفذوا المقتضيات نتاع التنميه التشاركيه والحوكمه المحليه المنفتحه على المواطنين والمواطنات، والبرامج اللي فيها مساواه للجميع وفيها ادماج لكل الفئات الموجوده في المنطقه هذيك. 16 بلديه نموذجيه هذه موجوده، اربعه في تونس الكبرى، اربعه في نابل، اربعه في جندوبه، واربعه في مدنين. هي انخراط طوعي واختياري من قبل المستشارات والمستشارين البلديين في البرنامج هذايا، اذا هما يقبلوا ينخرطوا طوعيا
في البرنامج هذايا احنا نكونوا الكفاءات اللي موجوده في البلديه من مستشارات ومستشارين بلديين، نكونوا الاطار الاداري اللي باش يشتغل معاهم وباش يعاونهم يعدوا برامجهم، ونامنوا لهم عبر معناتها الخبراء نتاعنا وعبر المنسقات الجهويات نتاعنا، نامنوا لهم متابعه دوريه، نساعدوهم كيفاش هما يعدوا المخطط الاستثماري البلدي، كيفاش هما يعدوا الميزانيه، كيفاش هما يعملوا الجلسات التشاوريه والتحاوريه مع المواطنين والمواطنات. هذا مع التزام اخلاقي من جانبنا، اللي احنا ما ندخلوش في الكونتينو نتاع البرامج هذه، محتوى البرامج ما ندخلوش فيه الا اذا كان بيان سور معناتها عنده محتوى ما ينجمش يوصل، والا حاجه معناتها لا تستقيم ولا حاجه غير قانونيه ولا غيرها. احنا كزمان نجيب دور واحنا كرابطه ناخبات تونسيات، لانه عندنا مبادئ قانونيه تحكم سير الجمعيه دي. رابطه ناخبات تونسيات هي جمعيه تاسست من عام 2012 تخدم على الوصول النساء القياديات الى مراكز القرار، وتشجعهم وتعاونهم، وتخدم على اساس انه التنميه اللي نحققوها لكلنا كتونسيين وتونسيات لازمها تكون الثمار نتاعها عادله ومتساويه للمواطنين والمواطنات الكل. الحلقه هذه الاولانيه التكوينيه اللي انتم مشاركين فيها اليوم تشمل 16 بلديه نموذجيه اللي احنا فكرنا فيها حسب المعايير الموضوعيه. المعايير الموضوعيه هي 4 بلديات في كل جهه احنا ندخلوا فيها باش نجم معناتها تتقارب مع بعضها وتتعاون مع بعضها. المعيار الموضوعي الثاني هي 50% من النساء المشاركات في البرنامج و 50% من الرجال المشاركين في البرنامج. والمعيار الموضوعي الثالث هو الـ الاختلاط والا التنوع السياسي في البانيل اللي احنا نخدموا عليه، على خاطر احنا محايدين تجاه كل الاحزاب السياسيه وتجاه كل القوى الفاعله باش نخدموا معاهم الكل على قدم المساواه. فما ادنى ديمقراطيين تشاركوا فيه الناس الكل، فما افكار معناتها ديمقراطيه تخلينا نتعاونوا مع بعضنا نخدموا مع الناس الكل على قدم المساواه. لو بانيل هذايا يجمع 16 بلديه في 4 مناطق، 50% رجال 50% نساء، اللي توجهت لهم الدعوه انه فما اللي تعذر عليهم اللي هما يلتحقوا بنا لظروف عائليه ولا مهنيه ولا غيره، احنا نقدروا ذلك وماذا بينا يلتحقوا بنا في الحلقات الجايه، لانه المرحله هذه باش تكون على عامين كاملين. اذا نحن ما حضرناش من ليتاب الاولانيه قد يكون يصعب من بعد اللي احنا اون ريكوبير مع بعضنا. اذا انتم باش تنخرطوا في البرنامج هذايا ويلقى معناتها الاستحسان نتاعكم، وهذه حاجه اللي احنا نرغبوا فيها وباش نخدموا عليها باش نقنعوكم اللي البرنامج هذايا فيه الخير للناس الكل، باش احنا نكونوا لكم الاطار الاداري اللي يخدم معاكم. نكونوا لكم الاطار الاداري اللي يخدم معاكم باش يعاونكم بالحق كيفاش تعدوا البرامج نتاع المخطط الاستثماري البلدي اللي هو مخطط خماسي للتنميه وللتخطيط للتنميه في الجهات نتاعكم، كيفاش تعدوا الميزانيات نتاعكم بشكل تقنية، وكيفاش تعدوا الجلسات التشاوريه والمنفتحه على المواطنين، لانه في المراحل نتاع اعداد الميزانيه ومراحل اعداد مخطط استثماري البلدي فما جلسات اوبليغاتوارمون تكون منفتحه على المواطنين حسب القانون وحسب المناشير المعمول توا حاليا واللي باش يقدمها لكم الخبير. المرحله اللي من بعد تكوين 25 مستشاره بلديه ومستشار بلدي، تكوين 75 عون عمومي بلدي في 16 بلديه، صافي 100 الكلهم باش يكونوا 100 لي شونطيون تاعنا اللي نكونوهم في 16 بلديه نموذجيه. المرحله اللي من بعد هي مساعدتكم تقنيا وفنيا في اعداد برامج تسهر على احترام المساواه بين كافه الفئات والمساواه بين الرجال والنساء، كيفاش انتم تعملوا تنميه محليه متساويه وتشاركيه في المناطق اللي انتم موجودين فيها. بعد ما نكملوا نحن نساعدوكم في المساله هذه وانتم تخدموا من جانبكم مع العمل اللي ترشحتوا من اجله واللي تم انتخابكم من اجله، واحنا نقدموا الاضافه الفنيه اللي مطلوبه منا، من بعد باش تكون فما حلقات تتعمل في الجهات اللي انتم فيها تشاوريه ونقاشات منفتحه على المواطنين بالاعتماد على ميسرين وميسرات لفاسيليتاتور. ف
فما دي فاسيليتاتور باش يجيو يحضروا جلسات اللي انتوما تنظموها مع المواطنين والمواطنات وتستمعوا للمشاغل نتاعهم وتنفتحوا عليهم معناتها في اطار الديمقراطيه التشاركيه. رابطة ناخبة التونسيات المشروع هذايا اللي موله الاتحاد الاوروبي تخدم فيه على 3 سنين 2018 2019 2020 معناتها اذا كتب لنا ربي يخدمنا مع بعضنا المرحله هذه باش نبقاو نخدموا مع بعضنا عامين كاملين 2019 و2020 اللي احنا نسخروا فيها كل الطاقات وكل الخبرات الفنيه وكل المجهودات اللي نحن عندنا لفايدتكم ولفايدة العمل اللي انتم تحبوا تنجزوه في البلديات نتاعكم. نعرفوا اللي انتم ماكمش متفرغين، نعرفوا اللي عندكم اكراهات كبيره برشا بارابور للديسبونيبيليتي نتاعكم في البلديات، نعرفوا اللي مسؤوليتكم كبيره برشا اللي معناتها عهدتكم بها مجلة الجماعات المحليه واللي عهدتكم بها الدستور نتاع 2014. احنا لنا باش نخدموا الخدمه نتاعنا والواجب نتاعنا اللي احنا نساندوكم واللي احنا نوفروا لكم الدعم والمسانده الفنيه اللي انتم تستحقوا لها الكل. عندنا المنسقات الجهويات نتاعنا باش نقدمه لكم سيغتنمون انتم تعرفوهم. عندنا المنسقه الجهويه لتونس الكبرى السيده سناء الرحال. عندنا المنسقه الجهويه بجهه نابل السيده درساف حميد. عندنا المنسقه الجهويه بجندوبه السيده نوال طبوبي. عندنا المنسقه الجهويه بمدنين السيده مريم زمزاري. هذوما المنسقات نتاعكم اللي باش يتلهاو بيكم حسب لي ريجيون اللي انتم موجودين فيها. في كل منطقه انتم موجودين فيها فما مركز القياده لو سونتر دو ليدرشيب نتاع رابطه الناخبه التونسيات موجود في المنطقه اللي انتم موجودين فيها اللي فيها المنسقه الجهويه اللي انتم باش تخدموا معاها العامين جايين الكل. في المركز نتاع القياده هذا يجيو الخبراء اللي انتم تستحقوا لهم يوفروا لكم لي دوكيومون اللي انتم تستحقوا لهم، يجاوبوا على الاسئله اللي انتم تنجموا تطرحوهم الكل، وتنجموا تنظموا حتى جلسات عمل في مركز القياده نتاعنا مع الاطراف اللي انتم تراو صالح انكم تجتمعوا بها وتتشاوروا معها وتخدموا معها في المراكز نتاع القياده نتاعنا. دونك هذايا البرنامج حبيت نقدمه لكم في لوجيك اللي انتم تتسائلوا احنا هوني شنو نعملوا؟ شنو البرنامج هذايا الممول من الاتحاد الاوروبي؟ شكون هي رابطه الناخبه التونسيات؟ لانه هذه معناتها اون انترفونسيون بونكتويل باش نعملوا فيها احنا فورماسيون ونمشيو على رواحنا كل واحد على روحه ولا فيها كونتينيتي؟ الاسئله هذه نتمنى ان نكون جاوبت عليها في المقدمه اللي مانيش باش نطول فيها، باش نقدم لكم الميسر نتاع الدوره التدريبيه هذه اللي هو سي انيس المصمودي. سي أنيس المصمودي هو خبير في الحوكمة المحلية ودكتور اون ايكونومي وباش يحاول معناتها يوفر لكم الإجابة على التساؤلات نتاعكم في الدورة التدريبية هذه. احنا نتمنوا لكم دورة تدريبية ناجحة وإن شاء الله تكون تجاوب على تطلعاتكم وتجاوب على الانتظارات نتاعكم الكل، وحتى كان ما جاوبناش على جانب من انتظاراتكم وتطلعاتكم احنا مستعدين معناتها نعملوا اللازم الكل باش نجاوبوا على التساؤلات نتاعكم سواء بار ميل والا نعملوا جلسات اخرى والا نبعثوا لكم وثائق اذا انتم تستحقوا والا نعقدوا مع بعضنا معناتها دورات تدريبيه اخرى تكميليه. باش نطلب منكم انا في نهايه الدوره التدريبيه هذه اللي انتم تقترحوا علينا التصور نتاعكم شكون اللي مسؤولين في البلديه اللي انتم تخدموا فيها كاعوان بلديين واداريين، واحنا باش نتصلوا بالساده الكتاب العامين للبلديات نتاعكم رسميا باش نطلبوا التحاق الاشخاص هذوما بالدورات التدريبيه الجايه. شكون فما 3 دورات تدريبيه المرحله الجايه كما الدوره التدريبيه نتاعكم، احنا حبينا نقسموا لي بوبولاسيون ما تكونش لي بروفيل مخلطه، المستشارات والمستشارين البلديين وحدهم خاطر عندهم مشاغل معينه، عندهم تساؤلات معينه، عندهم طريقه عمل معينه، عندهم معناتها انتظارات معينة، وبعد ما احنا نتفقوا مع بعضنا على المبدأ وعلى البرنامج هذا ننطلقوا للمرحلة الثانية اللي نكونوا لكم الأعوان البلديين اللي راجعين لكم بالنظر سلون الاقتراحات نتاعكم، انتم تقترحوا علينا لي بروفيل، تقترحوا علينا الأسماء، واحنا نتصلوا رسميا بالسادة والسيدات الكتاب العامين باش يلتحقوا بنا الناس هذوما بالدورات التدريبية
باش من بعد وقت اللي انتم تجيو تحضروا مشروع معين ولا رؤيه معينه تصيغوها يكونوا هما فاهمين شنو اللي مطلوب منكم، لانه مش يتلقاو تكوين في المسائل اللي انتم تحبوا معناتها تخدموا عليها. دونك انا نسحب سي انيس مصمودي، هذا حدود صلاحياتي في الافتتاح. نخلي لك الفرصه باش تعرف عليهم الكل، باش تخدموا مع بعضكم. نتمنى لكم التوفيق في الدوره التدريبيه هذه. احنا عملنا مجهودنا باش نحضروا اللوجيستيك نيسيسير، واحنا كلنا موجودين معاكم في الصاله اذا تستحقوا حاجه. مرحبا بكم الكل. شكرا. صباح الخير الناس الكل، ثم شكون صباحنا على بعضنا وشكون شكون مازلنا. مرحبا بكم. البرنامج تم تقديمه بطريقه شافيه وظافيه من طرف مدام عائشه، وقت اللي تقدمت مني تروحي انا مستشار البلدي، خليني نتكون وناخذ ليزافونتاج هذوما الكل، ونلقى شكون ينجم ينصحني ولا يوضح لي شنو هي البلديه وشنو هي تعمل وشنو هي مهامها وشنو على القليله نقول في أسوأ الحالات، اللي انا ما تعلمت حتى شيء من الفورماسيون هذه وما شديت حتى شيء، ما عرفتش انا شنو يلزمني نعمل من الفورماسيون هذه، وما نتعلم شنو ما يلزمنيش نعمل. لذا احنا ماناش باش نبداو مينيماليست، باش نشيعوا الفوق برشا. انيس مصمودي خبير في الحكومه المحليه، ما كلمه خبير ولات شويه في تونس، لهذا حب يقول خبير ما عليناش. دكتوره في الاقتصاد، فورماسيون دي فورماتور ان كوميونيكاسيون، ان شاء الله تكون الفورماسيون هذه ناجحه. راني مانيش باش نقريكم ما يكونش تلمذه، انتم ارقى من هكا. احنا مش نعملوا حوار نمشي نقدموا فيه بشويه بشويه، والناس اللي خدمت معايا قبل في الفورماسيون تعرف انا كيفاش نخدم، باش نخدموا بشويه بشويه مع بعضنا ستان ديبا، نتناقشوا شكون رايو، خاطر ما فما حتى واحد يعرف كل شيء، وكل بلديه عندها خاصياتها، وكل كل بلديه تعرف اشكاليات محدده بذاتها يمكن بلديات اخرى ما تعرفهاش. انا نعرف مثلا ثم اشكاليات معينه في جربه مستحيل تلقاها في باقي تراب الجمهوريه، نعرف ثم اشكاليات في جندوبه ما يتسالوا عليها في جربه. في تونس العاصمه ثم اشكاليات، الاشكاليات نتاع تونس العاصمه يمكن الدور كامل تراب الجمهوريه ما تلقاهاش. بريف هذا قوس نسكروه. الفورماسيون تاعنا مع بعضنا خلينا نقولوا دوره تدريبيه ولا حلقات نقاش ولا سميوا اللي تحبوا انتم، احنا مش نكونوا نحب نكونوا الناس كلها أليز، ما ثمش حتى سؤال يجي بال اي واحد منكم ما يسالوش، ما نبداوش نحشموا من بعضنا نقولوا الله مش اسال السؤال هذا حشمه باش نقولوا هذه شنو معنى، ما نحشموش من بعضنا. هذا لوبجيكتيف انك انت تسال وانا نجاوب، ونجم يكون انا اذا ثم كما قالت مدام عائشه ثم نقاط معينه ما تعرضنا لهاش في الفورماسيون هذه والا ما لقينا لهاش تجربه اللي حشنا بها، نعاودوا نرجعوا لها مره اخرى ولا نعاودوا نبرمجوا لها مره اخرى. التكوين نتاعنا مش يدوم 3 ايام هذوما، مش نبداو بشويه 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 نقويو في الريت. اون غروند بارتي راهو نحبوا نتناقشوا، نحبوا اون فان دو كونت كي نخرجوا من هنا كل واحد عنده فالور اجوتي هزها في يدو، عنده باجاج جديد، عنده ميوسكل جديد في حاجه معينه، ينجم يتناقش خير، ينجم يدافع على فكرته خير ويدافع على فكرته بالصحيح. خاطر احيانا تلقى مستشار بلدي يجتهد ويجيب فكره هايله برشا، لكن تري مالوريزمون الفكره هذيك ما تنجمش تطبق، غير قابله للتطبيق من اي جانب كان، سواء من الجانب خاصه من الجوانب القانونيه اللي الناس تجهلها، ولا من النصوص الترتيبيه المنظمه، ولا هو يخدم في شركه خاصه ماشي في باله ان البلديه تخدم بنفس الطريقه، ولا حاسيله من هنا ولا من هنا ولا من هنا. احنا مش نحاولوا نعملوا المسار هذايا مع بعضنا. الدورة التكوينية مش تبدأ، مش ننطلقوا من الإطار قانوني جديد اللي هو مجال جماعات محلية اللي مازالت خرجت 2018، واللي اون بارتي من أحكامها جزء من أحكامها مش يبدأ يتنفذ توا وبدأ افكتيفمون، ثم جزء آخر من أحكامها وخاصة المتعلق بالجوانب المالية مش يبدأ أبارتير دو برومي جانفي 2019. دونك إذا كان نجحنا وبصدق برنامج طموح برشا، خاطر أنا كل ديما نحكي مع عائشة نحكيو في بارتي معينه في البرنامج، واليوم شفت لونشينمون كامل فريمون. اذا كان وصلنا نحققوا الخطوات هذه الكل، وصلت انا ولو اني مش نربح حتى شيء لي انا كفورماتور ولا كاكسبير مع الليت، نفرح اني نراه في الاخر مستشار بلدي انا كونت ولا مستشاره بلديه كونتها
من اللي هي مترشحة واليوم في المجلس البلدي وغدوة تعمل في الجلسات التشاركية مع المواطنين، بعد غدوة تحضر في الميزانية، ومن بعد عملت ختم الميزانية والمخطط الاستثماري وبرنامج استثماري. نعرف الكلمات اللي نقول فيهم بعضهم مازال يرى فيهم فلو نوزين كي تي با، هذا شنو مش نعملوا لايام التذمة. دونك مجال الجماعات المحلية، أحكام الدستور هو اللي حل النهج هذا الكل، وبعده جات مجال الجماعات المحلية ونشوفوا الإطار القانوني كامل، شنية تعمل البلدية، شنية مواردها، شنية نفقاتها، خاطر ثم برشا من الناس تعرف البلدية تعرف حويجات كيما الناس كل واحد يعرف بارتي، وهكاك مش نركبوا البازل مع بعضنا شوية بشوية، نشوفوا شنية هي البلدية بالضبط، شنية مواردها الكل، شنية نفقاتها الكل، كيفاش تتصرف، ومنين تجيب فلوس، وين تصرفهم، وشنو تعمل بهم، وهذا الكل الأوبجيكتيف نتاع رابط الناخبات التونسيات، أن احنا مش ندرجوا مقاربة النوع الاجتماعي في العمل البلدي، خاطر هذا هدف الرابطة ككل، تو نكتشفوا بشوية بشوية شنو مطلوب منا، اسكو أنا اللي مش نعملها هذية، ولا مش نعملها وزارة التنمية، ولا مش نعملها الولاية، ولا وزارة المالية تتكفل بها، ولا أنا كمستشار بلدي شنو دوري في هذه مقاربة النوع الاجتماعي. مقاربة النوع الاجتماعي تو نتعرضوا لها، ونتعرضوا على وجودها أصلا في المنظومة القانونية في تونس، اسكو القانون التونسي تو يشجع ولا ما يشجعش، يفرض فيها ما يفرضش، يسمح ما يسمحش، شنو اللي نجم نعمل، هذا سؤال مهم برشا، أنا شنو نجم نعمل، شنو نحب نعمل، وشنو اللي يمنعني، ونولي نقيم وقتها أوبجيكتيف سو كونترينت، ونتصرف باش نجح المقاربة هذه، مقاربة النوع الاجتماعي اللي هي هدف الرابطة، واللي احنا ملمومين لهنا على خطرها. نتمنى أنه ثلاثة أيام هذو ما يتعدوا بالقدامة بعضنا، مش نقدموا بعضنا الناس كل، سورتو الحساسيات اللي ما بين الأحزاب والبلديات والقائمات، كل ننساوها في التكوين هذا، راهو أنا واحد منكم، وانتم كل بالنسبة لي أنا نعتبركم كيف ما عندي حتى حزب يعني لحد شيء، وحتى بلدية اللي أنا متعلق بها تعلق خاص، ولا عندي بها حتى علاقة لا إيجابية لا سلبية، نحب نعملوا تكوين مع بعضنا، ننجحوا فيه، نتعلموا حاجات جدد، نتناقشوا في نقاط اللي تجم أنت في المجلس البلدي متاعك ما نجمتش تطرحهم، واللي مش تقولهم مش يسكتوك معنا. كيفاش ما تعرفيش؟ كيفاش ما تعرفش التي بي؟ امبوسيبل، هذا مجلس بلدي ما يعرفش التي بي؟ قاعد قاعد قاعد، وانا نقول كيفاش جيت؟ حصيلو الحكاية هذه الكل، رد بالك، يجيك سؤال في بالك وما تقولوش، خليني انا نقول لك ما نعرفش مثال، خاطر انا مانيش قال الراجل، مانيش شمس، فهمت؟ ومش ندرجوا البلدية، النوع الاجتماعي والادراج نتاعو ومخطط استثماري كيفاش نجمو نفعلوها مقاربه النوع الاجتماعي كيفاش راها. انا مقتنعين، اذا كان انا نحكي على روحي، الناس اللي هنا مقتنعه انه المراه جزء من المجتمع، عنصر ارتكاز، حجر اساس في المجتمع التونسي، وهذاك علاش مقاربه النوع الاجتماعي توجدت وقينا المراه اليوم في البلايص هذه. انا كيفاش نحطها باش ما نحطهاش ديكور الله غالب، قانون انتخابي قال لي تري مالوريزمون انت معنا، سي با سا، سي با سا، انا معك خاطر انا كيفك، خاطر انا انت عندك افكار انا عندي افكار، انت عندك فالور اجوتي في البلديه وانا عندي، بريف هذا ابيرسيو ظريف. هي سي انيس، هي ان شاء الله تكونوا عند حسن الظن. ادماج مقاربه النوع الاجتماعي في التنميه هي الاستراتيجيه ولا الاليه المعترف بها دوليا لتمويل المساواه. جملة تو باش تظهر لكم فلو على الاخر، اما بعد غدوة باش تخرجوا من هوني انتوما تحكيوا في الكلام هذايا، على خاطر الاتفاقيات الدولية اللي مصادقة عليها تونس والتعهدات الدولية اللي مخرطة فيها تونس، خاصة منها اتفاقية سيداو اللي هي الاتفاقية الدولية للقضاء على كل اشكال العنف ضد المرأة، والاهداف نتاع التنمية المستديمة ليزوبجيكتيف ديفلوبمون دورابل 2030، هذوما الزوز يعطيو مسؤوليه للدول المخرطه في اطار التعهدات الدوليه هذه باش يحطوا التشريعات الملائمه للمساواه بين الرجل والمراه. من جمله الدول اللي موجوده في العالم الكل، توا فما 100 دوله في العالم تعمل في الميزانيه المراعيه للنوع الاجتماعي. علاش؟ لانهم اكتشفوا اللي الميزانيه المراعيه للنوع الاجتماعي هي افضل اليه لتمويل المساواه، وهي آلية تخليني نعمل مؤشرات
نتاع تنمية ومؤشرات نتاع متابعة تضمن لي الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية للفلوس اللي أنا نصرفها. معناه كنحط أنا دينار في الميزانية نتاع البلدية نتاعي ونحطها بالمبادئ الدولية هذية، راهو الدينار هذاك باش يجيب لي الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية المطلوبة منه بالضبط. الإمكانيات أنه الدينار هذاك يتحط في غير محله هي إمكانيات ضعيفة على الأخر، لأني أنا نكون أحصرت منذ البداية الاحتياجات نتاع البوبيلاسيون سيبل نتاعي وعرفت شكون يستحق شنو. داكوردو، هذايا أنا فانغو للي باش يحكيها سي أنيس في ما كملناش مازلنا ما بديناش توا باش تقدموا رواحكم معناتها لبعضكم ولينا نحنا كما احنا قدمنا لكم رواحنا باش ندخلوا في الدورة التدريبية دون سونس دو تيرم. صباح الخير، مرحبا بكم. عادل سالمي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية ببلدية برك. بديع نديم، مستشار بلدي في بلدية رويت. عسلامة، سنة جماعي، نائبة ورئيس بلدية تبرقة، ونتشرف برشا باش نحضر الدورة هذه لأني أنا بديت قبل حتى الانتخابات، كنت مع سي أنيس ومدام نوال والحمد لله. إذا كنت تحكي علي قبل شوي. ومرحبا بالناس الكل. السلامة، دونك حسام بن حمودة، مستشار بلدي بلدية حمام الغزال. فهمتكم. إيمان بالحاج الحومة، كيف كيف معني مستشارة في بلدية حمام الغزال في ولاية نابل. بس معنا مدام إيمان فورماسيون مرة أخرى. السلامة، خولة العوني، رئيسة لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة بلدية سيدي حسن. نتشرف بالحضور. تحكي فيه الكل وانا كونسنتري فيه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتشرف بكم. مرحبا بالاخوه والاخوات. موجي شيرني، مساعد رئيس بلديه سيدي حسن. مرحبا. صباح النور الكل. عبد الله البيولي، مستشار بلدي بلديه مدنين، رئيس التربيه والتعليم وعضو لجنة المساواة وتكافؤ الفرص. مرحبا بكم الناس الكل. نوال صبوبي، منسقة جهوية لرابطة الناخبات التونسيات، مكونة مع الرابطة ومرافقة للقيادات النسائية. مرحبا. درساف حميد، منسقة جهوية لرابطة الناخبات التونسيات فرع قليبيا. الفرع قليبيا هو موجود في قليبيا أما راهو يغطي كامل ولاية نابل، و نتمنى لكم دورة تدريبية تفيدكم في لا بروشين بيريود. ميرسي. عسلامة، إيناس الدخيلي، بلدية القلعة المعدن فركسان، رئيس لجنة الإعلام والتواصل والتقييم، وعضوة في لجنة المرأة، وعضوة في التشاركية. أي محرقة. أي. مرحبا بك من السكون. عبد الرزاق العلوي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقد النساء. مرحبا بكم. عبد الرزاق العلوي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشغل وفاقد السند وحاملي الإعاقة، بلدية القلعة المعدن فركسان، وهي بلدية محلية. صباح النسكل، سمية ورفدي ميلاد، رئيس لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بلدية نابل، ومقرر في لجنة الإعلام والتقييم والتواصل. مرحبا بكم. سونيا فرجلة، رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم، عضوة كيف كيف في لجنة الحوكمة المفتوحة والتشاركية الديمقراطية التشاركية، وعضوة في لجنة، أنا عضوة في تقريبا كل اللجان، في لجنة المالية، في كل اللجان في البلدية، في بلدية قليبيا. مدام سونيا هي الاكزامبل تيب نتاع لا كانديدات دو لاليت اللي بدات ملي تأسست رابطة الناخبات التونسيات عام 2012، ملي بدات
وهي من القيادات النسائية اللي تبع فيها الرابطة، وإحنا فخورين اللي قيادات متاعنا وصلوا معناتها إلى مراكز القرار. هذيك حاجة إنه ليت نجحت في الهدف متاعها. مرحبا بكم، زينة الوحيشي رئيس اللجنة المالية بلدية الهوارية وأيضا منخرطة بالليت. مرحبا وبيك أكثر. مرحبا. صباح الخير، مرحبا بالخير الكل، يعطيكم الصحة على الفرصة هذه. عدنان غرس الأحمر نائب مساعد ثاني لرئيس البلدية، عضو لجنة البيئة والصحة والنظافة، وعضو لجنة الإعلام، وعضو لجنة الشؤون الإدارية. اللي هي بلدية شنو؟ بلدية الهواري. مرحبا. صباح الخير. كيف الزملاء والزميلات؟ هذه فرصة راهو باش نتعرفوا على بعضنا أكثر. حسك حلوة الزملاء والزميلات. لا لا بالحق، لا خاطر معناتها ما عندناش لو ركول نيسيسير، يعني مهم لو روتور سو ليكسبيريونس مهم، معناتها فما فترة صغيرة تعدات، نجموا نتناقشوا في تجارب مختلفة ويصير ما ديشونج بين الناس الكل، معناتها فما الجانب التدريب البحث اللي هو مشكورة رابطة الناخبات التونسيات على المبادرة نتاعها. وفما زاد بعض الاحاديث الجانبيه اللي باش تكون عندها اهميه كبرى. محمد هادي كشريد، بلديه أريانا، مستشار بلدي. مرحبا بك. عضو في لجنه الديمقراطيه التشاركيه والحوكمه. مرحبا. اكد انه كما انتم مش تعلموا مني انا مش تعلم منكم. ها. لما الناس كل. عسلامة الناس كل، رجاء غالب من معتمديه جربه ميدون. ورئيس لجنة المرأة والأسرة والتكافؤ بين الجنسين. مرحبا وبيك عائشة. شكرا. السلام عليكم ناس كل، راضية الأقوام، بلدية جربة إيجيم، رئيس لجنة النظافة والصحة والعناية بالبيئة. مرحبا. السلام ناس كل، وشكر خاص للسادة ممثلي رابطة الناخبات اللي أتاحوا لنا الفرصة باش نكونوا موجودين اليوم للتكوين، وفي كل تكوين ديما فما إفادة بالطبيعة. دليل اليعقوبي دكتورة في علوم الإشعاع ومستشارة ببلدية بوسالم، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية وعضوة تقريبا في اللجنة الكل. مرحبا. شكرا. صباح النور، مرحبا بكم. عايشك ألوغ ليلى بن صالح عايشي، رئيس لجنة المرأة والأسرة بلدية رويد. جيت معكم تقريبا عندي 4 سنين توا، من المترشحات اللي حتحكي عليها حكيت عليهم انت قبليك. دونك دم ليلى معناتها تابعت لا ماجوريتي نتاع البرامج نتاع بالضبط من اللي بديتو بخير. فوالا فوالا. مرحبا بك. عايشك. صباح الخير، سونيا صغير العيادي، دونك دكتوره في الاقتصاد. مرحبا. زملاء. مرحبا. مرحبا. من فضلك اكزاكتومون او بعد بحذاك. دونك عايشك. ورئيس لجنه المراه والاسره ومقره في لجنه المساواه وتكافؤ الفرص والتربيه العادله بأريانا المدينه. مرحبا. مرحبا. انت مساج نعاود. نعاود مساج. شو ما يتعدي وهكي بدي يعني ديم خذت توا انا سمعت برشا الناس تتكلم دونك لازم توا نراجع اراجع قلت بدي يعني ديم مستشار برك. لا خاطر فما برشا حاجات متعدد الاختصاصات. بدي يعني ديم جيران سوسيتي انفورماتيك انفورماتيسيان. مرحبا. مستشار بلدي، عضو في لجنه الثقافه والرياضه، في لجنه النظافه، وفي لجنه التراخيص في بلدية رويد. مرحبا. يعيش. بلدية رويد. اي وفنان زاد. معناها مع مدام ليلى هكاك. مريم المزاري، منسقة رابطة الناخبات التونسيات في ميدون. بالطبيعة نخدم في ميدون الكل. مرحبا. صباح الخير الناس الكل، سناء رحالي، منسقة جهوية برابطة الناخبات التونسيات تونس، مكونة ومرافقة القيادات النسائية بالرابطة. مرحبا بك بكل. سهيرة سهيرة قادم من بعيد. أخي الناس الكل، أنا سهير متعلى من رابطة نخبة التونسيات، منسقة مالية وإدارية لرابطة نخبة التونسيات. مرحبا بك. سلمان يصور معنا في الإيفينمون، ما نجموش ما قدموش. شكون اللي جاي توا مأخر؟
تقدم لنا نفسك من فضلك. احنا توا نعمل لك شويه هكا تلخيص لصفحة الكل. عملنا لانتخودكسيون تاع الدوره التدريبيه، قدمنا شنو هي الاهداف نتاعها، قدمنا الناس اللي موجودين في القاعه الكل. انت توا قدم لنا روحك، شنو هي البلديه اللي انت فيها وشنو اللجنه اللي انت فيها، وبعد نقدر نعطيك انا تلخيص لحكينا الكل. مرحبا بك. انا حليلي، عضوه في المجلس البلدي بنابل في لجنة الشباب والرياضة، مقرب لجنة الشباب والرياضة والطفولة. هي تخدم في البلدية، معناتها في إدارة أي ومع من قبل، وقدمت ترشحها على بلدية رويد على بلدية أخرى. شكرا على الإضافة. هذا يدل على أنه لي كورديناتريس نتاعنا والمرافقات نتاعنا يحفظوا لي بروفيل نتاع لي كانديدات ويعرفوا هما شنو معناتها كرسوس اللي عملوه الكل وكيفاش كانوا وكيفاش ولاو. حبت الإضافة نتاع درساف، الهدف منها أنه توضح اللي مدام ليلى أفورس دو فورجي اللي ديفونو فورجورونت، معناها أفورس اللي حبت العمل البلدي وغطت فيه، كانت معناتها اجون مونيسيبال، كانت في الاداره، افورس اللي هي تغرمت بالخدمه هذه حست اللي تنجم تقدم الاضافه في موقع اخر كانسانه منتخبه وتقدم لي سيرفيس للمنطقه اللي هي فيها. ميرسي. اون فيت ما قدمتش روحي، دونك مدير وحده الاعلام والمتابعه والعلاقات الخارجيه وتنشيط المدينه ببلديه اريانا. والحقيقة ما كنتش باش نترشح للانتخابات البلدية، كنت ديما نهدف الهدف نتاعي الانتخابات التشريعية. بعد لقيت روحي رئيس قائمة، دونك فوالا الحقيقة جات هي صدفة، أما صدفة حلوة. والحقيقة حتى جيريني والحومة وكل دونك قالوا لي على الأقل انفع الحومة، أنت تنفع في أرينا على المستوى الإداري، خلينا على المستوى السياسي انفع على الحومة حي الغزالة. دونك هذاك علاش ترشحت على بلدية رويد، والحمد لله فزنا بخمسة مقاعد وأنا قاعدين نخدموا وربي يجيبنا في السويد. احنا الهدف نتاعنا اللي الدورة التدريبية هذه وقت اللي توفى الناس الكل يخرجوا بانيفو في المعلومات وفي لي كومبيتونس باش يخدموا المندا هذه كلها في احسن الظروف في افضل الـ 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 الظروف الممكنه. تفضل سانيس، ما اشوفك لك الميكروفون. لازم نخدم مره. اشوفك لك الميكروفون. ما نعرفش كان الاستبيان القبلي هذاك توزع ولا. الاستبيان القبلي هذا فيه مجموعه من الاسئله اللي ان شاء الله من هنا لاخر الدوره التدريبيه مش يكون عندنا اجابات واضحه عليها. الاسئله ماهيش معقده، ماهيش اون بروفوندور، لكن لوبجيكتيف ان نوضحوا ثم دي كونفيزيون عند المستشارين البلديين ولا عند القارئ نتاع المعطيات المتعلقه بالبلديه. نحبوا نستبين هذا في وقت وجيز نحاولوا نجاوب عليه. ركزوا بالكدا خاطر على اساسه هو احنا مش نقيمه، من بعد مش نعاودوا نعملوا نفس الاستبيان ونشوفوا شنو هما الحوايج اللي ما عادش عندنا فيهم كونفيزيون. امور تنظيميه باش نحكيو فيها شويه، ما زدتش ندخلك صلاحياتك دقيقتين اخرين. عندنا امور تنظيميه لازم نفهموا. الاولانيه اللي احنا عندنا دي تيمونياج باش نصوروهم اون فيديو، اللي راغبين باش يصوروا لي تيمونياج نتاعهم على تجربتهم في البلديه، شنو يحبوا يعملوا، شنو معناتها افكارهم، شنو هي التصورات نتاعهم، الرؤيه نتاعهم. اللي يحبوا يصوروا معنا لفيديو بعد في البوز يقيدوا اساميهم باش نعملوا معناتها دي تيمونياج فيديو للبروجي هذا. هذه المساله التنظيميه الاولى. المساله التنظيميه الثانيه، اللي غدوه شدكم الفورماتور اكثر في الوقت العادي باش نهار الاخراني معناها فما سيريموني نتاع كلوتور وشهيد والكل، وتنجموا تروحوا في الوقت نتاعكم بكري. هتنعرف ديمانش تعباد الكل باش تولي تحب تروح، سيرتو البعاد اللي جايين من مدنين والا من جندوبه، يبقى لكم الوقت
اي اللي جايين من جربة اي وحتى جندوبة. يعطيهم الصحة. اي سي با ايفيدون سي با ايفيدون. الناس الكل صعيبة ما سي با ايفيدون برشا. اي صحيح. دونك هذوما زوز مسائل تنظيمية اللي هما انيس هذوما زوز مسائل تنظيمية اللي هما نهار الاخراني بوغ لي ديبار معناها اتون باش ما نفوتوش الوقت نتاعنا غدوة اي سو بو اون سو بيرمي باش ناخذوا شوية وقت زايد باسكو نحنا موجودين لنا معناتها في الاوتيل كلنا اون سو بيرمي باش ناخذوا ساعة والا ساعة وشوية اكثر من العادة. اذا خلطنا اتون ما نضطروش باش نزيدوا الوقت بالكل. هو الوقت نتاع كل يوم نكملوا فيه اليوم غدوة هو الخمسة. معناها اذا باش نزيدوا نحنا شوية سسقا خمسة ونص ستة غير ربع ماكسيموم اون سو ليبيغ الناس الكل باش نهار الاخرين يكملوا ثلاثة والناس تقصد ربي على الواح داكوردو. باش نبداو توا البرنامج نتاعنا توا العشرة ظهر لي عندنا بوز العشرة ونص هكا باه نحاولوا بربي في توقيت البوز نحترموا شوية الوقت نتاع البوز على خاطر كل مرة تعاونوني انتوما في احترام الوقت كل مرة أنا نجم نعطي خدمة مخير داكوردو باه. التخطيط تاع البرنامج نتاع اليوم مش نحكيو على مهتم تقديم مهم لإطار العام الحلقة التكوينية كل في البرنامج اللي قدمته مدام عايشه باش نحكيو كادر جنرال الاطار القانوني المنظم للعمل البلدي ولهنا الناس يمكن الاكسبسيون تاع مدام اللي كانت من الاول تخدم في البلديه وعندها فكره على من الاول من قبل ما تدخل كمستشاره بلديه انت من الاول كنت تخدم غادي تخدم في بلديه وتعرف الاطار القانوني تعرف التشعب نتاعو وتعرف التفاصيل وما تصدمتش بالنصوص اللي هي كلها تأثر في خدمتك. قول أسبوان أنا لازمني نعرف قوانين ومناشير وقرارات ومذكرات بربي المنسقات نتاع الله تعطينا شوية به هذي الإطار القانوني مش نطرقوله نكملوا الإطار القانوني بحول الله احنا والبوز وعنا بعد الإطار القانوني ثم ديبا صغير مش نعملوه مع بعضنا مش نتقسموا سوفورم دي جروب راهو ثم أوبجيكتيف واحد آخر خلف المساواة والتكافؤ الفرص والنوع الميزانية وتصرف الحكم المحلية اتسيتيرا. أما عندي أنا شخصيا كيما قلت عندي أوبجيكتيف دو كوميونيكاسيون نحب أنه أي واحد لهنا شارك في الدورة هذه واللي يجم يدافع على رأيه وإلا يقدمه بالطريقة الصحيحة. خاطر أحيانا تحضر أنت في اجتماع تاع مجلس بلدي يكون عندك رأي تكون عندك فكرة الفكرة ديفوندابل صحيحة فيها أوبجيكتيف مي لا مانيير اللي تقدم بها الفكره نتاعك تلمون ما يقبلوهاش ولا ما عرفتش تطرحها بطريقه صحيحه هذيك علاش خليتها ما نجحتش فكرتك ما وصلتش. دونك لهنا مش نتناقشوا كما قال زميلنا سامحني الاسم هادي قال راهو فرصه هذه ثم ناس من مجالس بلديه اخرى عندها اشكاليات اخرى طرحت وما طرحتش نتعلموا مني ونتعلم منكم ونتعلموا من بعضكم هذا لوبجيكتيف. بعد مش نعملوا نقاش على نقطة معينة في الإطار القانوني وفي المبادئ الجديدة بعد مش نحكيه على صلاحيات الذاتية والمنقولة والمشتركة وهل الطوف على الجديدة اللي عملتها مجلة الجماعات المحلية اللي جات وضحت هي الفودير مجلة الجماعات المحلية ثم حويج جدد جابتهم ثم حويج اكتفيت بتجميعهم هم موجودين في نصوص قانونية قبل أما هي جمعتهم ونظمتهم. عنا صلاحيات البلدية الذاتية والمنقولة والمشتركة بعدها هي مش ننتقلوا الموارد البلدية ونفقاتها مانيش نجم نهبط معاكم اون بروفوندور برشا نعوموا وغوصوا برشا في التفاصيل لكن مش نحاولوا نعرفوا اوموا لي جروند ليني لي جروند ريبريك اللي انا كمستشار بلدي يلزمني نفهمهم نفهم شنو المشاكل كي نغزر الميزانية البلدية متاعي نعرف المشكلة وين
مشكله في الصنف الاول. علاش؟ شنو دواها؟ كيما الطبيب مش تولي انت كي تغزل المريض عيني يحمر معناها عنده كذا تمبيراتور معناها كذا هذا معناها كذا. اذا انا عندي مشكله في الصنف هذا من الموارد شنو الحل لها؟ خاطر اذا انا ما نجمش كبلدي نخدم انا بمعزل على الميزانيه نتاعي ولا على مواردي ولا على نفقاتي، نحيلي الفلوس من كل شيء ما نجم نعمل حتى شيء. الركاب اللي مش نكملوا به هو محاوله نتاع قراءه نقديه اشكاليات مطروحه، الاشكاليات اللي نعرفها انا حطيتها ويمكن ثم اشكاليات اخرى انا ما نعرفهاش انتم تعرضتوا لها شو طرحوها فيما يخص المجله والمبادئ اللي جات بها والمبادئ الدستوريه وكيفاش باش نطبقها وشنو هي الصعوبات اللي نجم نلقاها باش نطبقها. به هي لاباس. به النظام البلدي والتعميم نتاعو. البلديات في تونس كانوا على ما نذكر اخر احصائيه قبل الاحداث الجديد 262 بلديه في الجمهوريه. كانت ثم مناطق مغطيه ببلديات ثم مناطق مش مغطيه ببلديات. شنو معناها؟ معناها اذا كان انا ناخذ سيرفاس كامله تاع ولايه معينه، هذه بلديه المنطقه اللي ما بيناتهم ما هيش منطقه بلديه بالنسبه للسكان نتاع المنطقه هذه، البلديه نتاعهم هي الولايه. دونك ياخذ رخصه البناء نتاعهم الولايه، يخلص اداءات البلديه عند الولايه، مشاكله كلها ما عندوش بلديه. نعم. المعتمديه ايه هي؟ المعتمديه تشمل المناطق البلديه. صحيح. يرحم والديك. يرحم والديك. دونك هو منين مش ياخذ رخصه البناء نتاعو؟ شكون مش يعطيه رخصه نتاع تصفيف ولا اي علاقه اللي المواطن في المنطقة البلدية يمشي فيها للبلدية، في المناطق غير البلدية يمشي للولاية، يتوجه للولاية. المجلس الجهوي، وشنو الفرق بين المجلس الجهوي والولاية؟ لا. الهيكل الكامل اللي ينضوي في وسط المجلس الجهوي. المجلس الجهوي ينجم يكون رئيس المجلس الجهوي، ينجم يكون الوالي، ينجم يكون منتخب أو بدل المجلة الجديدة يجب يكون منتخب. الولاية يكون هيكل، ولاية هيكل إداري وسياسي في نفس الوقت. الولاية هيكل إداري وسياسي في نفس الوقت، بينما المجلس الجهوي هو مجلس سياسي بالضرورة. المجلس هو المعتمديات الكل تاع الولاية هذوك. يمثل منها حتى مجلس الجهوي او كانت حل. نعم هاي هو الوالي هو يمثل المجلس الجهوي. بلا لحظه راهو نيزيتي با، انا راني نحبو ان ديبا ليبر. انسى اللي انا فورماتور وانت تقرا وما تقراش، انت اصلا احنا قاعدين نتناقشوا. معناها نحب اي سؤال ينجم يطرح، خاطر الكلمه هذه اللي تقالت تنجم تطرح لك في وسط اجتماع. صار انت عضو معانا ورئيس لجنه كذا وما تعرفش المجلس الجهوي. تحكي معانا. دونك ثم شكون؟ المجلس الجهوي النجم نقولوا اللي هو راهو سلطه تشريعيه. تونديسك الولايه هي معناتها هي السلطه، هي معناتها مش كيف المجلس الجهوي. المجلس الجهوي هو يمثل الجهات، يمثل المعتمديات الكل، وهو ياخذ القرار بالرجوع معناتها منتخب، مش كيما الولايه معناتها هي اداره، هي معناتها سلطه اشراف الوالي. محاولة حاسب هيك ما نعرف. الولاية هي يترأسها، يعني هي إدارة يترأسها الوالي اللي هو يمثل السلطة السياسية ويمثل رئيس الجمهورية والسلطة التنفيذية بصفة عامة في الجهة، وتكون من مجموعة من الإدارات. وكي نرجع من هنا نقولوا على الرخص علاش تعطى في بل في البلدية، خاطر فيها إدارات مثلا الإدارات الشؤون الاقتصادية، إدارة
الفنيه هذه اللي تدرس من بعدين الملفات هذه. بالنسبه للمجلس الجهوي، المجلس الجهوي حسب زاد ما نعرف يتكون من مجموعه من الافراد اللي هم يكونوا من الولايه ومن المعتمديات ومن نواب مجلس النواب والمديرين الجهويين نتاع المختلف الادارات نتاع الجهه هذيك، وينظر عنده صلاحيات معينه وهي قوه اقتراح واستشاري اكثر منه تقريري حسب ما نعرف. بيت الكلمه اظن شويه في كلمتين باش ما ننساوهاش الجمله. المجلس البلدي كما المجلس الوالي، وعلاش الكونفيزيون هذه موجوده عند العباد؟ الكونفيزيون هذه مش موجوده فيما يخص البلديه هكا ولا مدى. البلديه واضحه تقول مجلس بلدي، وشنو الفرق بين مجلس بلدي والبلديه؟ تقول لك مجلس بلدي واللي ساير بلديه. المجلس البلدي يمثل المتساكنين، هو كما هو مش سلطه تشريعيه، السلطه التشريعيه هي مجلس النواب. السلطة التشريعية هي اللي تعمل التشريع، هي اللي تعمل القوانين، دونك هي مجلس النواب. هيك السلطة التشريعية على روحها. المجلس الجهوي هو ممثل الهيئة المسيرة، الهيئة المديرة للشأن الجهوي، وهي اللي كانت مكلفة بالتنسيق، بون كانت حتى التو مازالت مكلفة بالتنسيق مع البلديات، خاطر أنت حتى ولو أنت بلدية عندك اختصاص ترابي ولا مرجع نظر ترابي مش معناها راك مستقل من الدولة. دونك المجلس الجهوي كيما المجلس البلدي ام على اليشيل جهه، اليشيل ولايه، على مرجع نظر ترابي يشمل بلديات ويشمل مناطق غير بلديه. والمناطق غير بلديه كانت فيها حاجه كنت تفكروها اسمها المجالس القرويه. المجالس القرويه هي جيو جينيرالمون المناطق اللي ما هيش بلديه هي مناطق ريفيه، وكانت المناطق الريفيه هذه فيها مجالس قرويه جينيرالمون ثلاثه اربع رجال كبار يعرفوا الناس الكل والناس الكل تعرفهم، وهما يأمنوا العلاقة ما بين المنطقة هذيك والولاية. يجيب انت تمشي تشكي له هو يقول للولاية، الولاية تقول له لا ما نجموش نعملوا لهم، يجيك يقول لك الولاية ما نجمش نعمل حتى حاجة، ولا هو الحل اللي مدته الولاية. الكونفيزيون اللي عندنا تو فيما يخص الولاية راهي كونفيزيون موجودة، ما تستغربوهاش، على خاطر هاني نقول لك انا الغريب وين، انه رئيس البلدية منتخب، المجلس كيما المجلس البلدي منتخب، تلقى مجلس جهوي منتخب الرئيس نتاعو معين، معين ماهوش منتخب، وهو هذا هو اللي مش يتبدل بالمجله الجديده، ومش يولي الوالي بيدو منتخب انتخابات جهويه مش تسري كيما الانتخابات البلديه، ينتخبوا قائمه وبعد يطلع منها واحد رئيس مجلس جهوي. شنو هي الولايه؟ الولايه في كلمتين هي باش نبسطوها وكانه الاداره الجهويه لوزارة الداخلية هكا ولا مدى، هي تنسق مع وزارة الداخلية في الأمور الأمنية وفي الأمور الاجتماعية والسياسية والستابيليتي اتسترا، الكل هذا دور الولاية. يرحم والدي في الكلمتين ما حبيش نوصل بهم لا محورية ولا مركزية، أنا حبيت نقولوا إدارة جهوية وزارة الداخلية قطرة إلى محورية، وهما حطوهم بعضهم فرد بنية فرد مقر. المجلس الجهوي والولاية موجودين فرد بنية، الناس تعمل لهم كونفيزيون، أنا ما حبيتش ندخل في التفصيل هذايا نعمله تو. بريف بالتعميم نتاع النظام البلدي، دونك المجلس الجهوي هو المجلس اللي عنده الصلاحيات باش يسير المنطقة الجهوية الكل وياخذ القرارات في شأنها، وهذايا من بعد مش نتسائلوا عليه بعد بضع سنوات وقت اللي البلديات سامحني وقت اللي البلديات تاخذ مكانتها سامحني يا مدام يا زميلتي وقت البلديات تاخذ صلاحياتها الكل مش نتسائلوا برشا على المجلس الجهوي شو مش يقعد يعملها. اذا البلديه تاخذ رخص وتعمل التهيئه العمرانيه وتعمل مشاريع التنميه وتعمل 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 شو مش يبقى له المجلس الجهوي افكتيفمون، خاطر كانت عنده برشا قرارات وبرشا مشاريع كان يعملها في المناطق غير البلديه، مناطق فيهاش بلديات. بريف نرجع
بطبيعة الحال راه مشيش في بالكم انه لوخيان اللي ممكن الغالب مش نقلقك شويه في الفورماسيون هذه وقت حكينا قبل على الناس على المترشحات والمترشحين اللي كانوا يحضروا في الانتخابات كان يراه في الاوبجيكتيف ديفينيتيف هو انه يولي في المجلس البلدي قلت لهم راهم كاين واحد شعدي الباك نهار اللي عدى الباك نهار اللي مش يمشي في باله ارتاح هذيك اول خطوه في درب انت ايش مش تعمل فهمت هنا مش تلقى فما تحديات ماليه فما تحديات اجتماعيه كما احنا لهنا هوروزمون اللي احنا مقتنعين انه المراه في بارتي من المجتمع التونسي والمراه عندها فكر وعندها علم وعندها قدره على انها تعمل اضافه سينو رانا كنا ماناش لهنا يلزم الناس تقتنع انه انت كمجلس بلدي قادر انك تسير الشان البلدي نتاعك الشان المحلي وتنجح فيه وهذيك علاش فورماسيون هذه تعلمك انك انت كي تكلموا مجلس بلدي ولا مجلس جهوي ولا بلديه مجاوره ليك قد ثم بلديه ترد بالك تخلقت من بلديه واحده اخرى معناها جاوا البارتي من البلديه هذه قصوها كي عطوها ردوها بلديه واحده اخرى مش ينظر لك على اساس اللي انت تابعه وانت كانك دايره بلديه تابعته معنا انت كيفاش تفرض وجودك انك انت تعرف تتصرف تعرف تسير البلديه نتاعك به هنا طولنا برشا في نقطه بالله لحظه راه والله مقدمه هيك وشكون المكلف تو وانت مجال الجماعات المحليه محلوله قدامك شكون اللي مكلف التنازع على الاختصاصات ما بين الجماعات المحليه القضاء الاداري نخدم مدام القضاء الاداري خويا المحكمه الاداريه تو حلت في 12 ولايه وكل مره يجي سامحني يجي فما وضعيه ما عرفناش شكون اللي مشي شكون اسكو البلديه تاخذ فيها قرار والا المجلس الجهوي ياخذ فيها قرار والا البلديه اللي بجنبها تاخذ فيها قرار ولا هذه مشكله كانت تابعه بلديه قبل وتقسمت المنطقه البلديه هذيك لزوز بلديات البلديه القديمه ولا الجديده شكون هي اللي مش تحكم دو به خلينا نتعداو من النقطه هذه انا نعرف انه راه كل نقطه مش نتحل فيها نقاش وانا بالنسبه لي صافي بليزير النقاش راه ما عنديش حتى مشكله بالنسبه للتعميم هذا نتاع المناطق البلديه تعميم البلديات في كامل تراب الجمهوريه 350 ولا وين تحط صبعك في الخريطه ثم بلديه فيه افونتاج وفيه انكونفينيون فيه افونتاج انه انت قربت المواطن انه انا مثلا نسكن في منطقه ريفيه بعيده ميزنيش نعمل انا 60 كيلومتر باش نهبط الولايه ناخذ رخصه بناء فور اكزومبل خلينا نحكيوا على اكثر الحاجات اللي المواطن يمشي فيهم للبلديه رخصه بناء ولا جاره بنى له في ما خلالوش روتري ولا انا محتاج بلديه بجنبي لازم نعمل 60 كيلومتر نولي انا نقول هاي الولايه ماهيش لهي بيا المواطن ما يعرفش مجلس جهوي الولايه ماهيش لهي بيا انا مش نبني كيما نحب مش تلقى روحك انت من بعد عندك مثال نتاع تهيئه عمرانيه في الدرج نتاع كاتب العام الولايه ولا مصلحه التهيئه الترابيه والتعمير مش تهبط الواقع مش تلقى حاجه توتالمون ديفيرون ناس وكانها ما هيش تابع الدوله دونك القرب للمواطن مش يعطي تحسين على مستوى التهيئه العمرانيه على 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 استخلاص المعاليم هذيك العباد اللي كان متخلص خرجوا الولايه شكون بعقله يمشي في 60 كيلومتر باش يخلصهم فلوسهم خلي كيك التعميم هذا فيه افونتاج القرب للمواطن تقريب الخدمات تحسين جوده الخدمات البلديه تحسين تهيئه ترابيه تعمير كياسات ترصيف كل خدمه كلها تتحسن لكن فيه انكونفينيون هذا يتعلق انه ثم برشا بلديات تو تخلقت جديده اليوم ما عندهاش الكابيتال ايمان مينيموم باش تبدا تخدم الناس اللي في البلديات الجديده وجندوبه فرقسان ما تلقاش انت تعرف انه فما بلديات تلمون في عباد كادر ادمنستراتيف بلندي تنجم تخدم صفقه بمليار ومليار ونص وما تخافش خاطر راهو صفقه عموميه مش تجيب مقاول مش يخدم لك قنطره ولا مش يخدم لك كياس وتعبيد وكذا راهي برشا اجراءات لازم كابيتال ادمنستراتيف قوي وانت كعضو مجلس بلدي ما تجمش تشد صفقة وحدك وتبدا تسير فيها تقول انا تو نسوقها با كيستيون لهنا انا نرى انه فما اشكاليات ولهنا هذاك علاش مجال الجماعات المحليه بقات برشا باش خرج هذاك علاش انتخابات البلديه بقات برشا باش صارت خاطر هالبوفوار اللي مش يمد لك انت او نيفو
لوكال يحب يستحفظ بيه عنده، يعمل هو الصفقات، يعمل هو المشاريع، يتفاهم هو مع المقاولين، هو مثلا في 90 دقيقة زيد يكون المشروع في المنطقة هذه. رئيس دائرة مجلس الجهوي ماهوش من المنطقة هذيك، قالوا عندنا زوج صفقات سيراريان غاديك الكياس، مو مستنسين بالمطر تصب ومستنسين. هو شوف هي الديمقراطية عندها فاتورة، أنا خلص فاتورة الديمقراطية ما خلص فاتورة الديكتاتورية. حسب رأي بري نتعدى الانتخابات البلدية وتكوين مجلس البلدية وانتخاب رؤساء، هذه تو صار، احنا تو في المرحلة هذه صارت انتخابات البلدية، وصلت سي عرفنا شكون الفايزين اتسترا، والتجربة متاع الانتخابات البلدية بالشكل هذه تاريخية في تراب تونس. وانتم تو بعد ممكن وقت الفوز نحكيوا على شنو هما اللي صار في الانتخابات البلدية وشنو هما الحوايج اللي اكتشفناها. معناها تلقى روحك انت عندك 30 سنه تسكن مثلا في المنطقه هذيك، عمرك ما سمعت الحكايه هذه اللي في الانتخابات البلديه. ما عليناش، ضروره تحسين طرق واليات الحكم المحليه، ما ثم حتى شك انه الطريقه اللي قاعده تصير بها البلديات اليوم، حتى اللي نقولوا خلينا جوست قبل الانتخابات، قبل ما نجيو احنا نوليو مستشارين بلديين، لا انتم لا احنا للمواطنين راضين بها. دونك نحبوا نحسنوا كاليتي نتاع التصرف، نحب اضعف الايمان. انا كشخص هذا ما عندوش حتى علاقه بالكونتوني بتاع القانون، نقول لك انا كمتساكن في منطقه بلديه اضعف الايمان نطلبه من البلديه بتاعي شفافيه. يا خويا قول لي اش قاعد تعمل واعمل، يا خويا وريني المشروع وين، الصفقه وين، الطريق اللي كنت مش تعمله وين، علاش ما قلتليش، علاش ثلاثه مرات تعاودوا نفس النهج تقيسوه وبجنبه نهج مكسر عمركم ما مسيتوه. أضعف الإيمان، وهذا كله متعلق بطريقة الحكمة، خاطر قبل كانت راهي البلدية تستمد سلطتها من الولاية، والولاية تستمد سلطتها من رأس السلطة التنفيذية، وخلينا نقوله بالنسبة للبلديات برينسيبالمون من وزير الداخلية، ومن توندونس بوليتيك، دونك كل واحد كانت عنده كي جي لي أنتيبال، عبارة واحد عنده أورديناتور صابب أنتي فيروس، أنت كمواطن ما عندك تعمل. احنا نحبوا خلينا في الديمقراطية، في الشفافية، اسألني جاوب. خليني نجيك انا البلديه، مش قول لي انت اش مدخلك اش مجيبك، قول لي خويا اش قاعد تعمل، قول لي وين الميزانيه، وين الديون نتاعنا، علاش احنا مثقله هكا، هاني شفتها انا اللي انتم عندكم ديون البلد، علاش ديون، فسروا لي. هذا الكل مطلوب. المجتمع المدني بشعود هو يشارك في التصويت على المشاريع، ما عادش عندنا مشكله تا. احنا تو اليوم لو 28 سبتمبر 2018 احنا موجودين في اطار عام واحد تعامل النظام البلدي، اثنين صارت الانتخابات البلديه وتعامل المجالس البلديه نتاعها، ثلاثه ضروره تحسين طرق الحكم المحليه، خاطر راهو المجتمع المدني تو قاعد يدخل اسابوها وصل دخل معنا ولا ما دخلش في الحوار نتاع الحكم المحليه. اصلا المجتمع المدني اصور هو فاهم واش قاعده تعمل ولا مش فاهم، تو بعد نحكيو عليه المجتمع المدني واليات التنسيق. فيما يخص مثلا بلديه بوسالم، انا نشوف المجتمع المجتمع المدني فاهم اكثر حتى من المستشارين اللي جابوهم جدد وما عندهمش درايه بحد شيء. هذايا بوان تريز انتريسون. سي ان بوان تريز انتريسون، هاني تو نسالك سؤال مدام جاوبني عليه. هل انه هذايا كان موجود قبل؟ هل انه كان المجتمع المدني نجم يدخل البلديه يقابل رئيس البلديه اصلا مش يقترح يقابل؟ قبل الثوره سي غير ما كانش، مي في الفتره اللي فاتت هذه نتاع الفتره الانتقاليه هذيك هذيك موجود كل واحد يحاول اللي دخل في الشارع هذه راهو مادام ما هوش في البلديات الكل. المفيد احنا تو مش نحكيو على ضروره تحسين طرق الحكم، خاطر زاد انه انا كمجلس بلدي منتخب نبدا قاعد على روحي في الاجتماع وتجي جمعيه اسافوار شنين واحنا ويلزمكم تعملوا لنا المشروع هذا يوجه مجلس بلدي كامل، راه انا نرفضوا. المجتمع المدني لازم يكون موجود، لازم يعطي مقترحات، لازم يمد حاجه ايجابيه، خاطر تو نشوفوا من بعد ثم تشكيلات كبيره تتعلق بالمجتمع المدني، تو نحكي عليها في وقتها، لكن انا تو مش نتصرف ديمقراطيه تشاركيه. نبدا تدبير حر، مجلة جماعات محلية عمرها جماعتين، هذا
انا كمستشار بلدي نقول لك راني انا سيسير انتران غليسون ما عادش عارف كما قال الراجل قال انا مجله قدامي وكل نهار نلقى مشكله جديده هما حدد فما في التشاركيه حتى وان كل جهه حتى في المجتمع المدني كل جهه مثلا كل احنا ولا كل حي يمثلوه ثلاثة يزم يختاروا ثلاثة والثلاثة ذوكم هم اللي صوتوا به يعطيك صح به نقدموا أهمية النوع الاجتماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ثم لهنا مدام اللي عاملة دكتورة عن إيكونومي نجم مدام اسمني عندي زوز توصيات أولا ماذا بك تنقص شوية تشويش ثانيا تقول لنا الفرق بين الكرواسانس والديفلوبمون النمو والتنمية لازم تعطينا في كلمتين croissance sur le plan international, croissance économique, voilà, et le développement économique. Bon, au fait, la croissance économique, c'est un but, au fait, qu'on est en train d'atteindre, bon, qu'on va atteindre à travers le circuit de production. Le développement économique, c'est un plan de développement qu'on essaie, au fait, de mettre en place avec, bien sûr, au fait, une volonté économique, ça dépend en fait sur quel plan nous développons. Il peut être sur plusieurs plans en même temps. Mais la croissance, c'est un but en fait, qu'on atteint sur le plan national. Ben, d'accord. Mais si le public n'est pas expert en économie, moi je suis fou. D'accord. C'est bon, on a une autre idée que tu as dit. Mais, avant de te dire ça, ou de te dire ça, mais on aime dire dans les mots une façon plus basse. نجم انت في شيما نتاع كرواسونس انا نشد معمل خلينا نحكيوا على شيل الميكرو صغير ومن بعد نكبروا معمل نتاع اي حاجه برودوي انفورماتيك موبلي موبلمون اللي هو كان يصنع 100 بيتصاله مثلا في الشهر ولا يصنع 120 هذا سيد لا كرواسونس لو ديفلوبمون نحكيوا عليه وقت اللي تزادت البرودكسيون اي اون ميم طون لي كونديسيون اللي يخدموا فيهم الخدامه تحسنوا ولا هما الرضا نتاعهم ولا قناعتهم تحسنت لي كونديسيون فينونسيير ليكيتي كذا خاطر نجم نكون نصنع 100 بتنوم في الشهر ولا نصنع 120 والخدام يزيد ثلاثة سوايع اخرين خدمه بلاش ويخدم غير سيكوريتي سوسيال واللي ما يجيش بكري نضربه سي لا كروسون سي با دو ديفلوبمون نسبا مي وقت نحكيو على الديفلوبمون والتنميه المستدامه اتسيتيرا نحكيو على ان شيما دو ديفلوبمون ايكيتابل يعمل ايكيتي سوسيال نجم انا تو نجي نقول راني نحب نعمل كرواسونس ايكونوميك في بلاد تونس الغنيه الكل مش نحكيو معاهم الفقره ماش يحكيو لنا خاطر ما عندهم حتى ابور سهل نجي مثلا انا الاعانات اللي قاعد نمد فيهم انا العائلات الموزه نجي انا كدوله نمدهم للمستثمرين 300 مليار مثلا نقسموا بين اربع شركات تو الشركات هذيك تعمل قفزه نوعيه تصير كرواسونس لكن على حساب الديفلوبمون فهمتوا الفرق بين كرواسونس ديفلوبمون احنا لهنا نحبوا نحكيوا على النوع الاجتماعي التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ما يلزمش نجموا نجيو نركزوا كان على الرجال الراجل يتحمل كذا ونعطيهم قولا ينسى الكل ما تخدمش شد ديارها خلي الرجال تخدم انسى الكل ما تنتج خلي الرجال تنتج انسى الكل ما تاخذش قروض باش تعمل مشاريع خلي الرجال تاخذ هكاك نجم نوصل نعمل كرواسون لكن نلقى لي ديغا سوسيو طاف 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 كسرت العائله كسرت المؤسسه مشاكل اجتماعيه فقر امراض مشاكل اخرى ما نحبوش نحكيو فيها لا متناهيه النوع الاجتماعي هذا البرون اون كونسيديراسيون انه المجتمع متكون من رجال ونساء ويزمك ما تعطيهمش نفس الامكانيات وما اعطيهم نفس الفرص انا كراجل ولا انت كامراه كي تمشي للبنك باش تقترض ولا تمشي للدوله باش تاخذ منحه نتاع تمويل ولا اللي هو عندك نفس الحقوق متى مش نعطيه تزمش راه مدام راه صعيب عليك المشاريع قعد على روحك في الدار برا تلاه بدارك وصغارك في انتخابات تخرج الشارع مش تقول العباد وراني منتخبوني صعيب عليك مدام برشا دارك هذا الكل كسر لك وكانك انت طير عنده زوز جوانح قصيت وجناح منهم دونك الانتجراسيون تاع النوع الاجتماعي
مش تخلي انت عندك كاينك تخدم ادوبل فيتيس، خلي هذا البارتي هذه المجتمع تنتج البارتي الاخرى كيف كيف. ولهنا نتسائلوا على اليات ادراج النوع الاجتماعي في الحوكمه المحليه. ثم تساؤلات، ثم يقول لك انا علاش نعمل النوع الاجتماعي اصلا؟ علاش؟ ثم شكون يجم يجاوبنا؟ يقول لك انا خاطر كان ما نعملش الابروش هذيا نجم نلقى روحي نخدم كان مع الرجال، وكاني البلديه نتاعي انا ما تكون فيها حتى امراه، وما نعطي الحظ لحتى امراه اني تحل مشروع، وما نعطي الحظ لحتى امراه اني تاخذ تمويل من البلديه، وما نعطي الحظ لحتى امراه اني تكري حتى حانوت من ملك البلديه تحل فيه مشيريع جناحه قصير. يقول لك شنو كلفة ادراج مقاربة النوع الاجتماعي؟ فما ناس كبش يقول لك خويا انا برا هذا النوع الاجتماعي مش صالي مصاريف جديدة ونفقات جديدة ونساء جدد وكيني انا تو مش نحكي على المساواة في الميراث. مقاربة النوع الاجتماعي هي نفس القماش نعاودوا نفصلوه، وكأنه انت في كما في عائلتك عندك مونطون معين مش تمده في كل شهر ولا في كل حاجة، عندك ولاد وعندك بنات. في الابروش القديمة تخلي البنات على الشارع وتمد فلوس لكل الولاد، في الابروش الجديدة مش تحاول تقسمهم عليهم تال مانيير كل واحد ينجم يشري نفس الحاجة. صح لي؟ ربح هو. انا بيدي عندي بنات. باه المخاطر نتاع عدم اخذ النوع الاجتماعي بعين الاعتبار هذه تو طرقنا لها، انك انت تنجم توصل اهداف عملية اون تيرم شيفري، تبدا البلديه نتاعك المؤسسات تخدم وانت كبلديه تعمل في القرارات وكذا. مرأة تجي تقدم رخصه نتاع بني خليها على شير، مرأة ما تبنيش، مرأة تبني دار عليك، رجلها وين؟ حاسب هنا مش تسألوا تساؤل واحد اخر، النصوص القانونيه الموجوده تو تسمح لنا باش نحط النوع الاجتماعي في الحوكمه المحليه ندخلوه نحترموه. هو مش ريبريك جديده في النفقات راه النوع الاجتماعي، مش انا مش نخلي ايه النوع الاجتماعي خويا، انا مش نخلي الرجال الكل على شيرة ومش نتلاها بنساء مسكينات ما عطاهم حد شيء، انا جيت باش نعطيهم كل شيء. سي با سا، انت مش تتصرف جوست، مش تاخذوا كفاكتور وكاني انبوبه مش شعلها هكا وانت تقول انا كل مره يزني نفكر انه انا في المشاريع هذه اللي حضرتها قريتش حساب انه عندي نساء تحب تعمل مشاريع، قريتش نساء لكن نساء اللي نهار كل هما يتعلموا بنات يتعلموا في الخياطه ويتعلموا في كذا، ما عملت لهم حتى فاكتور يخليهم ينجحوا. الاليات اللي يمكن من خلالها ادراج النوع الاجتماعي ضمن مختلف اوجه الحكومه المحليه، هذوما مش نحكيو فيهم من بعد. كيفاش انا باهي سيدي انا اقتنعت معاك واقتنعت بالابروش ونحب نطبقها، شنو هي الاليات هذه تو نتعرضوا لها؟ شكون المسؤول على ادراج النوع الاجتماعي؟ انا تو عضو مجلس بلدي ولا نائب رئيس بلديه ولا رئيس لجنه ماليه ولا رئيس لجنه تحب، شكون اللي يعمل النوع الاجتماعي يحط عمر؟ تو نجاوبوا عليه في اخر الحلقه التكوينيه. به العشرة ونص صارت، مش ناخذوا كيلكو مينوت نكملوا البارتي هذه. الاطار القانوني للعمل البلدي، الاطار القانوني للعمل البلدي وخاصه الناس اللي دخلت جدد للبلديه وما كانتش عندها اطلاع على نصوص قانونيه المنظمه للعمل البلدي راهي برشا ولا متناهيه ما توفاش. اعطيكم انا لي جروند روبريك اللي انت تعرف ارتباطها الوثيق بالعمل البلدي. الدستور هذاك تعرفوا الهرم القواعد القانونية، عندنا الدستور الفوق، المعاهدات الدولية المصادق عليها، القوانين أساسية وعادية فرد ريبريك، الأوامر، مناشير، بطريقة أنه ما يجمش يجي منشور يخالف أمر، وما يجمش يجي أمر يخالف قانون، وما يجمش يجي قانون يخالف دستور. واضحة هذه ولا؟ في بالي واضحة. دونك في أعلى الهرم مش نلقاو الدستور. مجلة الجماعات المحلية هوني قدامكم، هوني الناس كلها قاعدة تكتشف فيها. مجلة المحاسبة العمومية اللي هي تحدد الصرف نتاع النفقات وطريقة تأديتها وشكون يصحح باش الفلوس تخرج من ميزانية البلدية. شكون يصحح؟ شكون اللي يقبضهم الفلوس؟ كيف يقبضهم؟ وين يقيدهم؟ شكون اللي يعمل الميزانية؟ وقتاش الأجل نتاعها؟ اتسترا. هذه مجلة المحاسبة العمومية. مجلة الجبال المحلية هي اللي تربط علاقتك بالمتساكنين نتاع المنطقة البلدية، قداش يخلص أداءات متساكن ولا حتى عنده نشاط اقتصادي في البلدية لازم يخلص للبلدية، خاطر هذاك تو نشوفوه اللي هي روبريك ما بين لي روبريك نتاع الموارد واللي هي من أهم لي روبريك نتاع الموارد. هذيك مجلة الجبال المحلية. مجلة الهيئة الترابية والتعمير، أنت كبلدية عندك مسؤولية أنك أنت تحافظ على
نظام معين في الهيئة العمرانية يضمن السلامة ويضمن الطرقات ويضمن السيركيلاسيون ويضمن أنه نهار اللي تصير حريق لا قدر الله في أي بلاصة تجم تتعدى حماية مدنية، يجم يتعدى جيش إذا كان ثم تهديدات. هذه كل مسؤولية عندك أنت. القماش سامحوني في الكلمة المتوفر بتاع المنطقة البلدية أنت مش تفصله لتال مانيير تعطي أحسن لكونديسيون بتاع السيركيلاسيون بتاع السلامة وتحترم الوديان المتعدية والجمالية والصبغة المعمارية للمنطقة البلدية اتسترا. خلينا أنا مشيت الفوندو أكثر، مشيت للسلامة قبل ما نحكي على الجمالية. هذيك مجال تهيئة ترابية والتعمير، القانون عدد 23 سنة 2008 المتعلق باللزمات، ثم تونس ونحكيو عليها، كما الأسواق البلدية تجم أنت كبلدية تصرف فيها تصرف مباشر، تخرج زوز ثلاثة أربعة وين من عندك أنت يشدوا السوق هذيك، يخلصوا من عند العباد، تجم تستلزمها تجي تقول أنا نحب نخرجها في إطار لزمة، لزمة هذايا عقد حسيرة نحكيو فيه وقت اللي نحبوا نحكيو عليه، عقد يخليك أنت تفوض تصرف في مرفق عمومي محلي. كيما سوق ولا كيما سوق دواب سامحوني في الكلمة ولا مسلخ ولا اللي هو ولا مارشي متاع حوت ولا قول السيد هذا مش واللي هو يتصرف في السوق هذه ويزم يحافظ عليها وينظفها ويستخلص المونطون الفلاني من عند العباد اتسترا. هو اون كيلكو سورت لكن عنده دي سبيسيفيسيتي جوريديك ايه لمدة معينة ويصير بالاعلان عن على المنافسه وتجي انت تختار احسن مستلزم والمستلزم هذاك فيه شروط ولازم هو يعطيك مونطون وانت متفاهم انت وياه هو قد يخلص على العباد. اسهل لزمه باش نفهم عقد اللزمه باش ما عادش يصير لنا فيها حتى كونفيزيون. تونيزيو طروت واخذ الطروت نظف تعمل الصيانه كذا تعمل لك السينياليزاسيون هوريزونتال وفيرتيكال تخلص فلوس للدوله وهي ما تنجمش تستخلص قدر اللي تحب من عند المواطنين، الدولة محددة لها قداش تستخلص، دونك هذا اختلاف شوية. هذا القانون منظم الأزمات، القانون الأساسي عدد 112 خاطر الأعوان الموجودين يخدموا في البلدية هذوكم أعوان عموميين مشمولين بالقانون هذا، دونك ترقياتهم وكذا وانتدابهم وعطلهم وعطل المرض اتسترا كلها منظمة بالقانون هذا. الأمر عدد 805 سنة 2016 هذا أمر يحدد المعاليم انواعها من الى يقول لك تجم تستخلص البلديه مثلا بعنوان من عرش انا الناس اللي تنصب اسواق اسبوعيه ما بين 500 مليم و 800 مليم للمتر المربع الواحد وانت كمجلس بلدي قرر حاجه في هذوك ما بين ال 500 و 800 حاصلوا المعاليم على رخص الذبح وتسترا اهي اي لكن هذا يعطي يعطي المينيموم والماكسيموم ويعطي كل تيب نتاع المعاليم اللي لازم تجم تستخلصها البلديه. المتعلق بضبط تعريف المعاليم المرخص للجماعات المحليه في استخلاصها. الامر عدد 1039 هذا امر لابد منه. الصفقات العموميه والشرائط العموميه انت كبلديه مش تشري اشياء انفورماتيك، مش تعمل صفقه، مش تعمل تعبئه طرقات، مش تعمل تنوير عمومي، مش تعمل ربط بالشبكات، مش اي نفقه مش تعملها كان هي مونطون اقل من السوي نتاع الصفقه خاطر الصفقه نحكي على صفقه عموميه صفقه معقده يصرف فيها برشا اجراءات كاينش ابارتير مونطون معين باش نحكي عليه المونطون يتبدل في الانفورماتيك حاجه وفي الخدمات حاجه وفي الاشغال حاجه حاصيلو اي حاجه مش تشريها البلديه لازم تمد الامر نتاع الصفقات العموميه قدامك باش تعرف روحك انت اش تعمل واش ما تعملش وشكون اللي يصرف ويلزمك اعلان على المنافسه ولازمك تعمل اتيود قبل وتعمل تقدير نتاع النفقات هذيك واش تصرف ما تصرف وشكون يصرف وقداش واذا كان هو ما جابش كيما صار في السبيطار نتاع باب سعدون هذاك نتاع الاطفال ثلاثه اسانسيرات اللي جابهم المقاول ركبهم عملوا لهم الاستلام نتاعهم مازال في البيريود غارونتي والثلاثه اون بان اش تعمل انت كبلديه جيت شريت اسانسير ولا شريت جبت مقاول عمل لك طريق وصارت فما اشكاليات شنو تعمل شكون اللي كلم المقاول شكون اللي يطلب منه يكون اللي يتحمل مسؤولية أونكا أو ثم خلال و... هذا كادر جريديك أونون بارلورا خليني نحاول نخلط شوية نحاول نعمل خطوة سمحة من هنا للفوز الأمر 3505 سنة 2014 هذا متعلق بصندوق القروض شروط التمويل متاع البلدية
انت كبلديه صندوق القروض وكامل البنك نتاعك تجيب شروط معينه، تتوفر فيك شروط معينه، تتحصل على تمويلات معينه. اذا ما توفرتش الشروط هذيك ما تنجمش تحصل على التمويلات هذيك. نحاول نحكي معكم جروسو مودو بطريقه مبسطه، ما نحبش ندخل في التفاصيل خاطر التفاصيل متشعبه برشا. المنشور وزير الداخليه عدد 4، هذا منشور يرجع لسنه 2014 ويحدد نوعيه المشاريع، مشاريع ذاتيه، مشاريع مشتركه، مشاريع مهيكله، هذا تو نطرقوا لهم بعد. هذوما جروسو مودو الاطار القانوني المنظم للعمل البلدي. مدام عائشه تحب نخرجوا بوز تو ونرجعوا بعد؟ لا مازلنا. طيب يبقى لنا اومون 20 مينوت. يبقى لنا اومون 20 مينوت قبل الفلان. بيحطنا سي لابوز. ثبتنا مدام اذا كان. ثبتنا مدام. باهي ابروبو البانيل هذا راهو الدورة التدريبية هذه خذوها على اساس ان ديبا اوفر، على اساس ان ديبا انريشيسون، على اساس فرصة انك ترى اشكاليات يمكن الطرح في بلدية مازالت ما طرحتش في بلدية اخرى ومش تطرح. دونك انت تو كانك تعمل لونتيكور فهمت، تقول اه تيان بلدية صارت لهم المشكلة، صارت لهم المشكلة هذه احنا ما عندناش فيها مشكلة، اليوم ما عندكش فيها مشكلة تجم بعد جمعتين ثلاثة تطرح. مش نخرجوا توا بوز، نحاولوا 11 توا توا 11 غير بعض 11 00 منحب نعيط لحتى واحد، نحب الناس الكل في طاوله.